صلى الله رسول الله كده عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وربنا رب يمن عليكم يا رب الأيام الجاية ويصرف منكم في الامتحانات. لما نيجي نتكلم الجزء بتاع اللي هو السسبيشس ديس اللي بيتكلم فيه، أو المحاضرة اللي بيتكلموا فيها ازاي تفرق حضرتك في الشرعي ما بين واحد سوي صيدل يعني منتحر، وبين واحد عند سيادتك هوم صيدل مقتول، وبين واحد عند سيادتك ميت اكسيدنتال، ميت بالايه؟ ميت بالخطا. اكسيدنتال ميت بالخطا، ايه اللي انت عايزه مني؟ صلى الله رسول الله كده عليه الصلاه والسلام. تعال نتكلم واحد واحده كده، فرق ما بين واحد سوي صيدل، واحد منتحر، واحد هوم صيدل، واحد مقتول، واحد عند سيادتك ميت اكسيدنتال يعني ميت بالايه؟ ميت بالخطأ. ما تيجي اسالك سؤال كده، اسمع عن واحد مثلا هو بيعدي الشارع عربيه خبطته لا قدر الله، الموضوع اكسيدنتال. واحد نازل يعوم في البحر ومره واحده موج البحر خده بالخطأ، الموضوع اكسيدنتال. اسمع عن ناس سيادتك كان في الافراح بتضرب نار ولا قدر الله مره واحده سيادتك هو طلق جت فيه بالخطأ، ده اسمه اكسيدنتال. اللي هيفرق معانا قوي هنا واللي بيجي في الامتحان الفرق ما بين سوء صيدل والفرق ما بين الهوم صيدل. ازاي حضرتك تفرق ما بين واحد منتحر وما بين واحد ده مقتول؟ خلاص كده؟ احنا هنتكلم على خمس حاجات، ممكن نكتب كده في اي حته في الجنب، هنتكلم على خمس حاجات، خمس عناوين. ايه خمس عناوين اللي احنا هنتكلم عليهم؟ اول حاجه ابتدي اتكلم على موقع الجريمه. طب رقم اتنين، طالما في جاني اذا هيكون في مجني عليه. طالما في جاني اذا هيكون في مجني عليه. وطالما عند سيادتك في سلاح اذا هيكون في جرح. ففكره كلها المحاضره اللي شرحت لكم انت بتتكلم دلوقتي على خمس عناوين، موقع الجريمه، هتكلم على الجاني، هتكلم على المجني عليه، هتكلم على السلاح، ثم هتكلم على الجرح. اول حاجه تعالى نتكلم سيادتك على الجزء بتاع اللي هو موقع الجريمه، بيسموها السين اوف ذا كرايم. السين اوف ذا كرايم، الاحداث وموقع الجريمه. بعد تيجي نتكلم سيادتك على موقع الجريمه، بعد كده نتكلم على الجاني والمبني عليه، بعد كده نتكلم على السلاح، بعد كده نتكلم على مين؟ على الجرح. تعالى نتفق بس اتفاق ان احنا دلوقتي في الشرعي بنتفق اتفاق ازاي حضرتك تفرق ما بين واحد منتحر واحد مقتول. مات بالخطا اكسيدنتال ما بتفرقش معايا كتير، لان الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك الدنيا بتبقى سهله في الاكسيدنتال. واحد نازل يوم موج البحر شده، واحد لا قدر الله بيعدي الشارع عربيه خبطته، واحد لا قدر الله ماشي مره واحده سيادتك اللي هو طوبه وقعت عليه او في بيت وقع عليه، الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك اكسيدنتال. انما اللي هيفرق معايا او الفرق ما بين سوي صيدل واحد منتحر وهوم صيدل واحد مقتول. اتفقنا ان احنا نتكلم على كام حاجه؟ خمس حاجات. تقول معايا اول حاجه موقع الجريمه، رقم اتنين هتكلم على الجاني، وطالما في جاني يكون في مجني عليه، ثم بعد كده السلاح والجرح. ايه اللي انت عايزه مني؟ تعال نتكلم سيادتك السين اوف ذا كرايم، ذا سين اوف ذا كرايم، موقع الجريمه. اقول لحضرتك ان موقع الجريمه بيحبوا يشوفوه في عز النهار. ايه موقع الجريمه عند سيادتك يحبوا يشوفوه في عز النهار ده؟ واحده واحده كده ونبتدي نتكلم. اول حاجه عند سيادتك موقع الجريمه بيحب يشوفوه في عز الايه؟ في عز النهار. هتكلم على رقم واحد على النوت، حاجه اسمها سوسايدال نوت. يعني ايه كلمه سوسايدال نوت؟ اقر انا فلان الفلاني، اقر انا فلان الفلاني ان انا في الساعه الفلانيه انتحرت بسبب ظروف واحد اثنين ثلاثه، وهذا اقرار مني على ذلك، وقد حاولت الانتحار سابقا. وقد حاولت الانتحار سابقا. تاني، اقر انا فلان الفلاني ان انا في الساعه الفلانيه انتحرت بسبب ظروف واحد اثنين ثلاثه، وهذا اقرار مني على ذلك، وهذا اقرار مني على ذلك، وقد حاولت الانتحار سابقا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمها سوسايدال نوت، مش عايزه ذكاء، اسمها سوسايدال نوت. اذا دي هتكون موجوده فين؟ في السوسايدال. ترد عليها دكتور قبل كده وتسالني سؤال، تقول لي هو من الفكره كلها سيادتك هو اي حد منتحر يكتب الاقرار ده على نفسه؟ لا طبعا. طب سؤال تاني، بتقول لي مش انا ممكن حد يرفع على واحد السلاح، حد ممكن يرفع على حد السلاح ويقول له اكتب الاقرار ده؟ اه طبعا. واحد يقول لي طب وانا ايش عرفني بقى اللي هو كاتبه تحت هديل السلاح؟ اظن لو كاتبه تحت هديل السلاح خطه من كتر الخوف هيكون مش مظبوط.
فلازم عند حضرتك تعرف ان في اغلب الحالات الى ان يثبت العكس السوسايدال نود دي بريزنت في حالات مين؟ في حالات السوسايدال، في الناس المنتحره. اقول تاني مراها، اقر انا فلان الفلاني ان انا في الساعه الفلانيه انتحرت بسبب ظروف 1 2 3. من هي السوسايدال نود التي توجد بالاون هاند رايتنج، بخط سيادتك اللي هو اللي كتبها، واحد كتبها بخط ايده وهو بيقول لك اسمها سوسايدال نوت، مش عايزه ذكاء، اسمها سوسايدال نوت. موجوده فين عند سيادتك؟ موجوده عند سيادتك في السوسايدال، في الناس المنتحره. واحد يقول لي طب هو ليه بيعمل كده؟ هو بيعمل كده على اساس ربنا رب العافية، ناس تكون فشلت في حياتها، ناس سيادتك اللي هو تكون هي حاسه ان هي تقيله على اللي حواليها، فكل الفكر اللي فيها بيكتب لهم اقرار ان هو انتحر بسبب ظروف 1 و2 و3 و4، وان هو انتحر عشان خاطر يخفف عليهم الكلمتين دول. فلازم حضرتك تكون عارف ان السوسايدال نوت بنسبه كبيره الى ان يثبت العكس دي في حالات اللي هو مين؟ السوسايدال. مش هنهزر يعني، اظن ده اكيد حضرتك اتفرجت على مفتش كولومبو يا اخي. واحد يقول لي مين مفتش كولومبو؟ المحقق كونان يا اخي. واحد يقول لي بس انا ما اعرفش الكلام ده، يا عم حقك عليا تعالى هنا وخد. الفكره كلها بيقول لي سيادتك سين اوف ذا كرايم، موقع الجريمه يحب يشوفوه في عز الايه؟ في عز النهار. ايه اللي انت عايزه مني؟ يقول لي سيادتك الاحداث وموقع الجريمه بيحب يشوفوه في عز النهار. حرف الان سوسايدال نوت بريزنت فين دي؟ بريزنت ان سوسايدال الى ان يثبت العكس. ترد عليها الدكتوره وتقول لي افرض عن سيادتك واحد رفع السلاح على واحد وقال له اكتب الاقرار ده انت موت نفسك، هيبان؟ اه طبعا هيبان. هيبان فين؟ بيقول لي سيادتك لما حد يجي يشوف الخط يقول لك ده مش خط. واحد يقول لك اشمعنى؟ لان سيادتك لو تحت تهديد السلاح هيكون من كتر الخوف خطه سيادتك مش هيكون كويس. بقى تيجي نسوق الدنيا، سوسايدال نوت نسبه كبيره الى ان يثبت العكس هتكون موجوده في حالات السوسايدال. بقى تيجي نتكلم عن سيادتك على حرف الاتش الهيستوري. اظن عن سيادتك الناس اللي هتكون هوموسايدال، المقتوله بيسموها ثريتنج باي او ثريتند باي انمي. يعني ثريتند باي انمي مهدده بعدو، مهدده بعدو. بعكس الناس المنتحره، بعكس الناس السوسايدال، بيقول سيادتك انتحر بسبب مشاكل ماديه او مشاكل لفظية، مشاكل عاطفية. الفكرة كلها ان سيادتك لو سوسايدال بنسبة كبيرة، لو انتحر بيقول سيادتك فيلير في اللف، فشل في الحب، فشل في الاكزامز، فاينانشال مشاكل في الماني، مشاكل مادية، شكلك مش مبسوط. ما صلى على رسول الله كده عليه افضل الصلاة والسلام واحنا في ايام مفترقة. فتيجي نتكلم عن سيادتك ان موقع الجريمة بيحب يشوفوه في عز النهار. واحد يقول لي هم بيشوفوه بالليل؟ يا عم انا بقول لسيادتك السكيمة بتاعتها في عز النهار. حرف الان اسمها سوسايدال نوت بنسبة كبيرة الى نسبة العكس مكتوبة بالاون هاند رايتنج بسيادتك اللي هو باللي قتل نفسه، بالضحية سيادتك اللي قتلت نفسها عشان خاطر عن سيادتك يريح نفسه ويريح اللي حواليه. بيقول لي سيادتك ده انا فشلت في حياتي وكنت عبء على اللي حواليا، انا بكتب لهم اقرار وبكتب لهم انا ليه انتحرت وبكتب لهم انا انتحرت ازاي. اذا الفكره كلها اسمها سوسايدال نوت، سوسايدال نوت نسبه كبيره سيادتك هتكون موجوده في السوسايدال الى ان يثبت العكس. ما تيجي نتكلم على حرف الاتش، نتكلم على الجزء بتاع الهيستوري. ايه الجزء بتاع الهيستوري؟ الهيستوري عندي حاجه من الاثنين، في الناس المنتحره السوسايدال انتحر بسبب مشاكل ماديه او مشاكل عاطفيه لفظيه، بتسمع الاستاذ اسامه منير او بتسمع الاستاذ رضوى الشربيني. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك يقول لك انتحر بسبب مشاكل ماديه، فاينانشال مشاكل ماديه او مشاكل لفظيه، مشاكل عاطفيه، فيلير في اللف، فيلير في الاكزامز. يما عند حضرتك الفكره كلها لسيادتك هيستوري في الناس الهوموسايدال، الناس المقتوله بنسبه كبيره ثريتند باي انمي، اتهدد بعدو، ناس بتكرهه. ما تيجي نتكلم بالك بحرف الايه، الاسيلنت سينكس. يعني ايه كلمه الاسيلنت؟ اكتب كده على الاسيلنت يعني الجاني. ايه الاسيلنت سينكس؟ امتى تلاقي حاجات من الجاني في موقع الجريمه؟ امتى تلاقي دم من الجاني في موقع الجريمه؟ امتى تلاقي شعر من الجاني في موقع الجريمه؟ امتى تلاقي سيادتك سيمن من الجاني في موقع الجريمه؟ طالما انت لقيت حاجات من الجاني على المبني عليه، اذا الحاجات دي هتبقى كلمه هوموسايدال. واحد يقول لي بس انا مش مبسوط.
يا اخي صلى على رسول الله كده على افضل الصلاه والسلام، صلى على رسول الله كم مره على افضل الصلاه والسلام. بيقول لي سيادتك السين اوف ذا كرايم سيركم استنشال ايفيدنس الاحداث ان ذا سين اوف ذا كرايم. ما تيجي نتكلم اول حاجه سيادتك على موقع الجريمه، احنا بنحب نشوفه في عز النهار. حرف الان سوسايدال نوت بريزنت في حالات السوسايدال، حرف الاتش الهيستوري يوم حد يجي ينتحر ينتحر بسبب مشاكل ماديه او مشاكل لفظيه مشاكل عاطفيه. بعكس سيادتك يوم حد يجي يتقتل يقول لك ثريتند باي انمي الاسيلنسنجز، انت تلاقي حاجات من الجاني على المجني عليه، انت تلاقي حاجات من الجاني على المجني عليه، انت تلاقي سيمن من الجاني على المجني عليه، انت تلاقي بلد من الجاني على المجني عليه. طالما في جاني وفي مجني عليه كلمه اسيلنت يعني جاني، اكيد دي في حالات الهوموسايدال. حرف الار الروم الغرفه، والله لو لقيت الاوضه الرنجد منظمة يعني ما حدش دخلها دي بنسبة كبيرة تبقى كلمة سوي صيدل. ولو لقيت الأوضة ديس الرنجد غير منظمة غير منظمة دي هتبقى كلمة هومو صيدل. بقول لك هو يعني ايه منظمة؟ افرض انا معفن يعني، يا عم ابعد كده، ما يقصدش ان حضرتك الرنجد انت معفن ولا لا، ما يقصدش حضرتك مطبق الهدوم وكاوي الهدوم ولا لا، ما يقصدش كده. هو يقصد بيها اللي يجي يبص على الاوضه يقول لك في حد دخلها وفي حد ما دخلهاش ولا لا، يقول لك لا على فكره الباب مفتوح، على فكره الشباك دي مش قفلته، على فكره الترابيزه دي متحركه من مكانها. واظن ربنا ادانا عقل يعني اكيد مش حد يجي ينتحر. يقول لك والله يا ماما انا مبهدلك ومطلع كل القمصان ومطلع كل البناطيل ومبهدلك ومفشفش الاوضه ومبهدل الاوضه. ايه يا ابن الداب؟ ولا دنيا ولا اخره، خليني يا ابني اترحم عليك يا ابني. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك اكيد لو الاوضه الرنجي يعني ما حدش دخلها اكيد بنسبه كبيره هتبقى كلمه سوي صيدل. لو الاوضه ديس الرنجد ومتكسره ومتفرتكه واماكن كتيره متكسره والترابيزات متحركه من مكانها اكيد هتبقى كلمه هومو صيدل. ما تيجي نقول تاني كده عشان تخلص الجزء بتاع الشرع اللي داخل في الامتحان. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك يقول لحضرتك موقع الجريمه بنحب نشوف في عز الايه؟ قول بقى يلا موقع الجريمه بنحب نشوف في عز الايه؟ في عز النهار. حرف الان سوسايدال نوت وقل رانا فلاني فلاني ان انا في الساعه الفلانيه انتحرت بسبب ظروف 1 2 3 وهذا اقرار مني على ذلك وقد حاولت الانتحار قبل سابق. الفكره كلها اكيد بالنسبه لنا تبقى موجوده في السوسايدال. رقم 2 حرف الاتش يكون عندي الهيستوري، الهيستوري في الناس المنتحره السوسايدال بسبب مشاكل فاينانشال، يا اما سيادتك فيلير في اللاف فيلير في الاكزامز. بعكس سيادتك المقتول، بعكس المقتول يقول لحضرتك ده واحد ثريتند باي انمي في عدو بيكرهه وقتله. الاسيلنت سينجز امتى تلاقي حاجات من الاسيلنت؟ امتى تلاقي حاجات من الجاني على المبني عليه؟ امتى تلاقي حاجات من الجاني على المبني عليه؟ حاجات الجاني على المبني عليه اكيد بنسبه كبيره عن سيادتك الى ان يثبت العكس، ده جاني ومبني عليه، جاني ومبني عليه. هتلاقي سيادتك شعر من الجاني على المبني عليه، دم من الجاني على المبني عليه، بصمات الجاني على المبني عليه، امتى تلاقي حاجات من الجاني في موقع الجريمه؟ اذا دي في حالات الهومو صيدل. ما تيجي نتكلم على الغرفه الروم، افرض الغرفه منظمه، افرض الغرفة غير منظمة. لو منظمة سيادتك ارنجد دي هتكون سوي صيدل، لو غير منظمة دي هتبقى كلمة هومو صيدل. ليس يقصد بها او ما يقصدش بها ان هو عن سيادتك مطبق هدومه ومش مطبق هدومه وكاوي هدومه ومش كاوي هدومه. واحد يقول لي افرض يا اخي انا معفن يا اخي وبرمي الهدوم على الارض، يا حبيبي ما يقصدش بها كده، عفنتك لنفسك. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك يقصد بها لو الاوضه منظمه ما حدش دخلها اصلا، ما حدش دخلها اصلا دي هتبقى سوي صيدل. لو ما حدش عند سيادتك غير منظمه، غير منظمه يعني لو فيها كسر، لو الترابيزات متحركه من مكانها، لو البيبان مفتوحه من مكانها، لو البيبان مقفوله سيادتك مفتوحه، سيادتك في حد دخل اوضه غير منظمه تسال رينج دي هتبقى كلمه هومو صيدل. ما اعتقدش ان موقع الجريمه عايز يهمك تاني شهر. موقع الجريمه بنحب نشوف في عز النهار. حرف الان الموضوع بالنسبه لك يقول سيادتك سوسايدال نوت، حرف الاتش يكون عند سيادتك الهيستوري، حرف الايه الاسيلنس، ثم حرف الار الروم. تعال نقول لاخر مره
النوت سوسايد لا نوت وكل رأنا فلان الفلاني بالاو ان رايتنج، كلمه بالاو ان رايتنج يعني سيادتك بخط ايده يقول لك بنسبه كبيره اسمها سوسايد نوت اذا بريزنت فسوي سايد لا. ما تيجي نتكلم على كلمه الهيستوري، الهيستوري يوم حد سيادتك يجي ينتحر، ينتحر بسبب بروبلمز. يعني بروبلمز سبب مشاكل، يعني مشاكل يعني مشاكل فاينانشال، مشاكل ماديه او مشاكل لفظيه، فيلير في اللف وفيلير في الاكزام. يوم حد سيادتك يجي يتقتل يقول سيادتك سريتن باي انمي. ما تيجي نتكلم سيادتك سوسايدال نوت في عز النهار، حرف الاتش يكون عندي هيستوري، حرف الاي الاسيلنس وحرف الار الروم. الاسيلنس انت تلاقي حاجات من الجاني على المبني عليه، حاجات الجاني على المبني عليه دي اكيد سيادتك بالنسبه كبيره، سيادتك حاجات من الجاني على المبني عليه دي هتبقى عند سيادتك في الهومو سايدال. طب انت تلاقي سيادتك الروم لو الغرفه ارنجت ما حدش دخلها دي هتكون سوي سايدال. طب لو ديس ارنجت دي هتبقى سيادتك هومو سايدال. احنا اتكلمنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عن خمس حاجات. اول حاجه عن سيادتك هنتكلم عن موقع الجريمه. طب ايه اللي بعد كده؟ يعني نتكلم عن كده سيادتك على الجاني والمجني عليه. ما تيجي نتكلم سيادتك اول حاجه على المجني عليه لانها مهمه جدا. المجني عليه دي اسمها الفيكتم، المجني عليه ده اسمه ايه؟ اسمه الفيكتم، المجني عليه سيادتك ده اسمه الفيكتم. ايه اللي انت عايزه مني؟ أول حاجة الموضوع بالنسبة لك الكلام ده كله ام سي كيو، حاجات كلها بحرف الاس. وفي حاجات احنا قلناها قبل كده. ايه سيادتك حاجات كلها بحرف الاس؟ حاجة اسمها سبازم، كاليفيريك سبازم. ايه تاني؟ السايت اوف بلاد ستين. ايه تاني؟ الاستراجل علامات المقاومة. ايه رابع؟ يقول لي سيادتك السكس كونو ميل، كونو ميل ولا فيميل. ايه تاني؟ يقول لي سيادتك البوزيشن والبروزس احنا واخدينهم اصلا. واحد يقول لي طب ممكن نشرب واحده واحده؟ حاضر يا مان. الكاليفيريك سبازم يقول لي سيادتك اكتب كده عليها اخر حاجه ماسكها الميت قبل ما يموت. كاليفر يعني جثه وسبازم اللي وقفش على حاجه. كاليفيريك سبازم اكتب كده اخر حاجه مسكها الميت قبل ما يموت، اخر حاجه مسكها الميت قبل ما يموت، اخر حاجه مسكها الميت قبل ما يموت. معلش انا اسف، يعني الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك عند سيادتك جرت العاده. هنفترض ان ده عند سيادتك ان العروسه دي سيادتك بتنتحر وبتنتحر عند سيادتك بالسكينه اهي. يوم ما سيادتك هتيجي تقتل نفسها بسكينه اخر حاجه ماسكاها السكينه، يوم ما تيجي تنتحر بمسدس اخر حاجه ماسكاها المسدس. اذا الكاليفيريك سبازم لو حد عند سيادتك لو بينتحر هيكون اخر حاجه ماسكها السلاح. لو هي دي بتنتحر بسكينه وبتتبع نفسها اخر حاجه ماسكاها السكينه. لو سيادتك تضرب نفسها بمسدس اخر حاجه ماسكاها المسدس. الكاليفيريك سبازم دي اخر حاجه ماسكها سيادتك لو الجاني قبل لما يموت، اخر حاجه سيادتك ماسكها المجني عليه قبل ما يموت، اخر حاجه سيادتك موجوده في الخناق، اخر حاجه ماسكها الميت قبل ما يموت. واحد يقول لي سيادتك طب ولو انا بتخانق معاها، لو انا بتخانق معاها سيادتك هي اكيد هتكون ماسكه حاجه مني، هتكون ماسكه حاجه من الاسئله، فانت مش مبسوط. صلى رسول الله كده على النبي صلى الله عليه وسلم. انا بتكلم عن سيادتك على حاجات كلها بحرف الاس. ايه كلها حاجات بحرف الاس؟ اول حاجه سيادتك كاليفيريك سبازم، اكتب كده على كاليفيريك سبازم اخر حاجه مسكها الميت قبل ما يموت. لو البني ادم منتحر يعني يسوي صيدل؟ اكيد مفيش حد سيادتك، هنفترض ان سيادتك حد ماسك السكينه كده، هنفترض يعني وهي تطعن نفسها بالسكينه كده، طعنت نفسها. اظن سيادتك تقول لك بص انا طعنت نفسي بالسكينه، بص انا هخبي السكينه بقى بسرعه قبل ما اموت. انتهى بليانه، مش حاجه اسمها كده. وقالوا لي ازاي يعني؟ انا اقصد بيها ان سيادتك لو هي قتلت نفسها بالسلاح اكيد السلاح سيادتك اخر حاجه في ايديها. طب افرض هي بتتخانق معايا، اكيد هتكون ماسكه حاجه مني، ماسكه شعر مني، ماسكه حاجه من هدومي مني، ماسكه زرار من القميص مني وهكذا. واحد يقول لي بس انا مش فاهم، ما هو انت شكلك مش مبسوط وما قلتش معايا ان موقع الجريمه اللي سيادتك بيتشاف في عز النهار. حرف الان بالنسبه لي يكون عندي سوسايدال نوت، حرف الاتش الموضوع بالنسبه لي يكون عندي الهيستوري، حرف الاي الاسيلانسيس. انت تلاقي حاجات من الجاني على المبني عليه دي في حالات سوسايدال. ثم الروم لو الغرفه منظمه دي هتبقى كلمه سوسايدال، لو الغرفه غير منظمه دي هتبقى كلمه هوم سايدال.
ما تيجي نتكلم عن سيادتك على المجني عليه على الفيكتوم، اكزامينيشن اوف الفيكتوم، اكزامينيشن اوف ذا فيكتوم. انا بتكلم عن سيادتك على حاجات كلها بحرف الاس وكلها ام سي بلاد بتبقى لذيذه في اخر السنه. اول حاجه الموضوع بالنسبه لك حاجه اسمها كريفيريك سبازم. ايه كريفيريك سبازم ده؟ اخر حاجه مسكها الميت قبل ما ايه؟ قبل ما يموت. هنفترض ان سيادتك دي عايزه تنتحر، الموضوع بالنسبه لك عند سيادتك هي سيادتك بتذبح نفسها بالسكينه، اخر حاجه تكون ماسكاها السكينه، لو بتضرب نفسها بمسدس اخر حاجه تكون ماسكاها المسدس. اذا دايما السوسايدال اخر حاجه ماسكها يكون عندي الويبون، بعكس لو انا بتخانق معاها وبقتلها اكيد عند سيادتك هي اخر حاجه ماسكاها مني، ماسكه من الاسينت، ماسكه شعر مني، ماسكه زرار بوتون مني، ماسكه حته من الكلوزس مني، دي اخر حاجه ماسكها المات اسمها كاليفيريك، اسمها كاليفيريك سبازم. سببها ايه؟ سببها سيادتك البدن بيكون متعصب ان هو بيتخانق. سببها عند سيادتك لو انت من باب العلم بالشيء سببها بيكون حاجه اسمها النيرفس تنشن. تاني انا بتكلم عن سيادتك على خمس حاجات، موقع الجريمه السين اوف ذا كرايم. رقم اتنين بتكلم على المجني عليه وهتكلم على الجاني. المجني عليه بالنسبه لي اسمه الفيكتم، حاجات كلها بحرف الاس الاسبازم، الاسبازم اخر حاجه مسكها الميت قبل ما ايه؟ قبل ما يموت. لو حد قاتل نفسه بالسكينه اخر حاجه في ايده السكينه، لو حد ضرب نفسه بالمسدس اخر حاجه ماسكها في ايده المسدس، لو حد اذا الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك دايما المنتحر اخر حاجه يكون ماسكها السلاح. لو انا بتخانق مع حد وهيقتلني، لو انا بتخانق مع حد اخر حاجه مسكها حاجه منه، اخر حاجه مسكها حاجه منه، يعني اخر حاجه مسكها حاجه منه هكون ماسك زرار منه، هكون ماسك شعر منه. دي سببها سيادتك ان البدن بيكون سيادتك بيتخانق فايده بتقفش على حاجه، ايده سيادتك لو بتقفش على حاجه سببها بيكون عصبيه يسموها نيرفس تنشن. ما تيجي نتكلم على السكس والاستراجل والسايت، تعال نتكلم على السايت في البلاد ستيننج. يعني السايت في البلاد ستيننج اتجاه الدم. اظن حضرتك لو حد واقف ربنا ادى العافيه بيدبح نفسه هيكون واقف قدام مرايه، واحد يقول يعني مش هيكون نايم على السرير مش هستظرف. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك ده واحد سيادتك واقف قدام المرايه، حلو قوي. لما واحد يكون سيادتك واقف قدام المرايه ايه اللي بيحصل معايا؟ الفكره كلها بالنسبه لك ده واحد واقف قدام الايه؟ واحد واقف قدام المرايه. دايما عند سيادتك يذبح نفسه، ودايما سيادتك اللي بيذبح نفسه او المنتحر لازم تعرف ان هو دايما 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 بيكون عند سيادتك عايز يشوف هو بيعمل ايه. اولا عند سيادتك في الغالب بيكون قافل باب على نفسه، بيكون سيادتك قدامه المرايه ويبتدي يذبح نفسه. اظن سيادتك لو ابتدى يذبح نفسه الدم هيبتدي سيادتك يغطيه، يعني لو حد واقف في المنظر ده ويبتدي عند سيادتك لو يذبح نفسه بالمنظر ده كده، لو حد بيذبح نفسه بالمنظر ده كده بص معايا كده، هو واقف في المنظر ده وهيبتدي يذبح نفسه سيادتك بالسكينه بالمنظر ده، اظن سيادتك الدم هيبتدي ينزل سيادتك من فوق لتحت من فوق لتحت من فوق لتحت اكورد ان تقول جرافيتي. لو حد وهو واقف يبتدي يذبح نفسه سيادتك لو بالسكينه يبتدي سيادتك اللي هو الدم يبتدي اتجاه الدم فين؟ فروم اباف داون وورد من قدام فروم اباف داون وورد اكوردن تو جرافيتي. واحد يقول لي يعني اي حد بيذبح نفسه بيذبح نفسه من قدام؟ اه طبعا. واحد يقول لي يعني مثلا مش حد ينفع يذبح نفسه من ورا يمسك السكينه ويذبح نفسه من ورا؟ هو مش بياخد دش يعني مش بياخد دش. والفكره كلها الموضوع بالنسبه لك يمسك السكينه ويبتدي يذبح نفسه بالمنظر ده كده وهو واقف قدام مرايه. الدم يبتدي ينزل فورورد يبتدي ينزل فروم اباف داون وورد اكوردن تو الجرافيتي. عكس انا لما اجي ابص واحد بالسكينه ابص بالمنظر ده كده وارميه. كده الدم هيتصفى على الارض كله، الدم هيقع سيادتك على ظهر على ظهر المجني عليه الكوردينيت والجرافيتي. تاني مره بص معايا، لان تقريبا اللي فيه شرح كله هو الفيكتم، حاجات كلها بحرف الاس وشكلك مش مبسوط. ما تصلي على رسول الله كده على الدراسات والسلام. اول حاجه تعالى نتكلم عن حاجه اسمها كاليفيريك سبازم. كاليفيريك سبازم ده سببها سيادتك العصبيه، سببها النيرفس ايه؟ تنشن، ايده بتقفش على حاجه، اخر حاجه مسكها الميت قبل ما ايه؟ قبل ما يموت. اظن عن سيادتك لو حد بيضرب نفسه بالسكينه اخر حاجه هيكون ماسكها السكينه، لو حد بيضرب نفسه بالمسدس اخر حاجه مسكها المسدس، اذا لو واحد سوسايدال لو واحد منتحر اخر حاجه هيكون ماسكها السلاح. طب افرض اتنين بيتخانقوا مع بعض وواحد قتل واحد، طالما هما بيتخانقوا مع بعض سيادتك المجني على ايده هتقفش على حاجه، حاجه من اللي بيتخانق معاه، حاجه من الاسيلنت، حاجه من الجاني اللي اعتدى عليه. ما تيجي نتكلم على الجزء بتاع السايت اوف البلاد ستين. ايه السايت اوف البلاد ستين؟ اتجاه الدم.
اصل حضرتك هنفترض عن سيادتك ده واحد واقف قدام مرايه اهو ماسك السكينه يبتدي يذبح نفسه، واحد يقول لك ايه يذبح نفسه من ورا اللي قدام، مفيش حد بيذبح نفسه من ورا يعني، ما تبقاش اهبل يعني، ولا دنيا يا ابني ولا اخره يا ابني، الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك خليها تروح عليك، واحد يقول سيادتك الله يرحمه ده كان مش ذكي، بلاش الكلمه الثانيه، الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك هيبتدي يذبح نفسه بالمنظر ده كده، هيبتدي يذبح نفسه فورا وهو واقف قدام مرايه لان هو عايز يشوف هو بيعمل ايه، فالدم يبتدي يغطي سيادتك اللي هو اللي قدام، يبتدي ينزل فروم اباف داون وورد اكوردنج تو الجرافيتي. بعكس اثناء القتل لو انا هغز واحد بالسكينه وازقه على الارض انا زقيته وارميه على الارض، اذا الفكره كلها سيادتك الدم هيتصفى على ظهره والدم يتصفى على الارض اكوردنج تو الجرافيتي. تاني بالراحه. ايه الكلام فريك السباسم ده؟ اخر حاجه مسكها الميت قبل لما يموت، اخر حاجه مسكها الميت قبل لما يموت، سببها سيادتك البدن بيكون بيطعم نفسه بالمنظر ده كده. بيطعم نفسه بالمنظر ده كده. سببها ان حد بيتخانق بالمنظر ده كده، فتلاقي عند سيادتك بيتخانق مع حد فممكن يمسك حاجه منه. ايه سبب سيادتك الكلافيريك سباس؟ بسبب يكون عندي بالنسبه لي نيرفس تنشن. ما تيجي نتكلم على الجمله اللي هو رقم اثنين، لو حد سيادتك بيضرب نفسه بسكينه اخر حاجه مسكها السكينه، اذا في السوسايدال هيكون ماسك الويبون السلاح. بعكس لو حد بيتخانق مع حد هيكون ماسك حاجه من السيلم. ما تيجي نتكلم على جزء سيادتك اللي هو بتاع السايكو بلاد ستين. اعتبر ان عند سيادتك حد بيذبح نفسه بالمنظر ده، عاده ما حدش بينام ويقول لك انا هذبح نفسي. انت مش قاعد بتاخد تان على الشاطئ، مش قاعد سيادتك بتاخد تان على الشط، مش قاعد بتاخد تان في الشمس سيادتك على البحر، واحد يقول يعني ما حدش بيذبح نفسه ونام على السرير، مش هستظرف يا عم، مش هستظرف، انت مش رايح الملاهي، انت الفكره كلها انت رايح بعيد. اول حاجه الموضوع بالنسبه لك واحد واقف بالمنظر ده يبتدي سيادتك السكينه كده يبتدي يذبح نفسه وهو واقف. يبتدي يذبح نفسه من قدامه وهو واقف، فالدم ينزل فورورد فروم اباف داون وورد اكوردنج تو الجرافيتي. بعكس لو غزيت حد سيادتك ووقعته الدم هيبتدي ينزل على ظهره ويتصفى على الارض اكوردنج تو الجرافيتي. خد المعلومه الثانيه الاستراجل ساين. كلمه استراجل يعني ايه؟ مقاومه. ايه علامات المقاومه؟ مثلا هتلاقي الهدوم تورن متقطع. ايه تاني؟ ممكن تلاقي عند سيادتك الاوضه ديس الريجيد مثلا، ما احنا قايلينها. حد يعرف فين علامات المقاومه؟ فين علامات المقاومه؟ حاجات بتتكسر وحاجات بتتقطع وحاجات بتتحرك من مكانها وحاجات بتطير وسيادتك وحاجات بتقع على الارض وهكذا وهكذا، اكيد علامات المقاومه دي هتبقى في حاله الهوم صيدل. واحد يقول لي وانا ممكن مثلا احفظ في الام سي كيو ايه علامات المقاومه؟ يا ابني مش عبط احنا يا ابني، علامات المقاومه ايه؟ هدوم متقطعه طور تيرنج اوف ذا كلوزز. هتلاقي سيادتك الاوضه دي سارنجت غير منظمه، سهل خالص سهل خالص سهل خالص. طب ما نيجي نتكلم عن سيادتك على السكس. ايه الجزء بتاع السكس؟ الناس كلها تعرف ان الاميل الى العنف، اميل الى العنف، اللي ينتحر بالعنف ميل. بيتكلم من حيث العنف. ترد عليا حد قبل كده تقول لي طب ما ممكن على فكره البنت تنتحر. يا عم تنتحر انا ماليش دعوه، انا كل الفكره اللي فيها الموضوع بالنسبه لي انا بتكلم من حيث العنف من حيث العنف من حيث العنف. واحد بس انا اعرف لا استنى ايه اخر البنت هتعمله؟ تاخد مثلا ثلاث اربع حبوب بنادول، ثلاث اربع حبوب انتوسين بتاع الاسهال عشان خاطر تقلق عند سيادتك. ده انت بتفطر الصبح بقى انتوسين بتاع الاسهال، ده انت بتفطر ببنادول، اي حاجه سيادتك دماغها مصدعه هات يا عم علبه شريط بنادول ابلبحها. الفكره كلها انا بتكلم من حيث العنف، بتكلم من حيث العنف، مين اللي يضرب نفسه بحاجه يعور نفسه جامد من حيث العنف ميل، بعكس اللي تتقتل ميل ماشي في ميل ماشي يونج صغنن ماشي طفل واحد كبير اولد ماشي اي حاجه. قال لي بس انا مش مبسوط. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بعيد اول ما اجي اقول لسيادتك بنحب نشوفه سيادتك في عز النهار السوسايدال نود بريزنت ان سوسايدال حرف الاتش الهيستوري اللي بينتحر يا بسبب مشاكل ماديه يا مشاكل لفلفيه يا امتحانيه. بعكس التاني سيادتك يوم يجي يتقتل سريتن ده باي ايه؟ باي انمي حرف الايه الاسيلنت. ايه الاسيلنت ده؟ انت تلاقي حاجات من الجاني في موقع الجريمه، زراير من الجاني، دم من الجاني، بصمات من الجاني، اكيد في الهوموسايدال. فتيجي نتكلم على الروم على الغرفه، لو الغرفه منظمه سوي سايدال، غير منظمه دي هتبقى هوموسايدال.
الصعيده. لا ما تيجي نتكلم بعد كده على الجزء بتاع المجني عليه. المجني عليه بنعمل اكزامينيشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيكتور. خليك بقى جدع، مجني عليه وبقى فيكتور، مجني عليه وبقى فيكتور، جاني وبقى سالم، مجني عليه وبقى فيكتور، مجني عليه وبقى فيكتور. حاجات كلها في حرف الاس، وفي معلومتين احنا واخدينهم اصلا. ايه المعلومات اللي بحرف الاس؟ حرف الاس يكون عندي الاسباز، كاليفيريك اسباز، واحد بيطعم نفسه بسكينه جامد، واحده عند سيادتك لو بين سيادتك بيتخانق مع حد سببها ان هو ايده تقفش على حاجه، ايده تقفش على حاجه، ايده تقفش على حاجه، ايده قفشت على حاجه، يقول لسيادتك سببها العصبيه سموها نيرفس تنشن. يلاقوه بعد الوفاه عند سيادتك لو حد منتحر اكيد هيكون ماسك الويبون، ماسك الويبون ده السلاح. بعكس لو حد بيتخانق مع حد، لو حد بيتخانق مع حد هيكون ماسك حاجه من الاس سيلا، ماسك زراير منه، ماسك سيادتك شعر منه، وهكذا. قال الاس الاوليه، الاس الثانيه في السايت وفي البلاد ستين. لا دي سهل، حد واقف بيذبح نفسه اكيد من قدام، فالدم يبتدي ينزل فورورد فروم اباف داون وورد اكوردنج تو الجرافيتي. بعكس لو انا غزيت حد ووقعته، الفكره كلها وقع على الارض، فالدم يبتدي يتصفى على الارض باكورد اكوردنج تو الجرافيتي. ما تيجي نتكلم عن سيادتك على الاستراجل، فين علامات المقاومه؟ فين الهدوم المتقطعه؟ فين الاوضه اللي متدغدغه ومتكسره؟ علامات المقاومه، علامات المقاومه دي اكيد في الهومو سايدل. ما تيجي نتكلم سيادتك اللي هو السكس، اللي ينتحر، اللي ينتحر سوسايدل من حيث العنف ميل، اللي ينتحر من حيث العنف ميل، بعكس اللي يتقتل ميل او في ميل مش هتفرق معايا. في معلومتين احنا واخدينهم صح ولا ايه؟ البوزيشن احنا واخدينه، والكلوزس احنا واخدين. واحد يقول هو الكلام ده مش نظري، الكلام ده كله ام سي كيو. واحد يقول لي سيادتك هو ايه البوزيشن بتاعي؟ قول انت. لو الاوضه لقيتها، لو الغرفه لقيتها لوكد مغلقه وارنجد منظمه ما حدش دخلها يعني، واقف قدام المرايه فرونت اوف ميرور، دي هتبقى ايه؟ اكيد سوسايدل يعني. لو الاوضه مغلقه، لو الاوضه مغلقه، لو الأوضة مغلقة وسيادتك واقف قدام المراية الضحية والأوضة ما حدش دخلها، دي بالنسبة لكبيرة تبقى سوسايدل. ترد على الدكتور تسألني سؤال قبل كده، تقول لي هما ليه بيقفلوا الباب على نفسهم؟ إيه؟ يقول لك هما ليه بيقفلوا الباب على نفسهم؟ يعني يرضي ربنا يقول لك إن في حد قام ينتحر، يا ماما يا بابا أنا هاجي انتحر، يلا تعالوا اتفرجوا عليا وسقفوا لي، مش هستظرف. الفكرة كلها عند سيادتك أكيد لا، يعني لازم بيقفل سيادتك الباب على نفسه عشان مش عايز حد يشوفه، عشان ما حدش يمنعه. يقول لسيادتك الأوضة لو لوكت واقف قدام المراية، الدكتورة تقول لي هو ليه سيادتك واقف قدام المراية؟ يا دكتورة يعني هو عايز يشوف هو بيعمل إيه؟ واحد يقول لي مثلا يعني مش بيلقي النظر الأخيرة إلى نفسه، إيه يا ابن الأفورة دي؟ إيه يا ابن الأوفر اللي أنت بتقوله ده؟ الفكرة كلها الموضوع بالنسبة لك لو الأوضة لوكت مغلقة واقف قدام المراية، دي بنسبة كبيرة هتبقى كلمة سوي سايدل. ما تيجي نتكلم بعد كده الجزء اللي بعديه، افرض الاوضه لقيتها ديس ارنجد، كلمه ديس ارنجد غير منظمه، والله مقفوله، مفتوحه، مفتوله، يا عم اي حاجه، دي هتبقى كلمه هومو سايدل. طب لو الهدوم، لو الهدوم فيها تيرنج متقطعه، دي هتبقى سوي سايدل. طب لو لقيت سيادتك هدومه كلها سليمه ما عدا الحته اللي مذبوح منها بير، كلمة بير ده أنا آسف الكلمة، مكشوفة. يعني إيه مكشوفة؟ لو حد يذبح نفسه سيادتك هنا من عند الريديال يشمر كمه كده يكشفه ويذبح نفسه كده. طب لو حد يذبح نفسه من الرقبة سيادتك يبتدي ينزل سيادتك اللي هو القميص، يبتدي ينزل سيادتك التيشيرت كده ويبتدي سيادتك يذبح نفسه، لا أكيد مش هيذبح فوق القماش. فالفكرة كلها يعني كلمة بيرد، كلمة بيرد يعني الحتة اللي دايما اللي بيذبح منها دائما 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 بتبقى كلمة بيرد. يعني كلمة بيرد ومكشوفة. أقول تاني براحة براحة براحة، ممكن تذاكر معايا يا شباب ما تقفل الفيديو ده وتبقى سهل، بالله عليك تذاكر معايا. قول بقى يلا. أول حاجة الموضوع بالنسبة لك حاجات كلها بحرف الإس، أول حاجة كاليفيريك إسباز، دي آخر حاجة مسكها الميت قبل ما يموت، بس بنسبة كبيرة ده سيادتك سيكون سببها إن هو بيكون متعصب، فإيده بتمشي على حاجة اللي هي نيرفس تنشن. لو سوي سايدل، لو منتحر يكون ماسك الويبون، آخر حاجة مسكها الويبون. طب لو هومو سايدل، لو سيادتك لو بيتخانق مع حد بنسبة كبيرة هيكون ماسك حاجة من الجاني الأسينة. طب أدي الإس الأولى، طب الإس الثانية السايت وفي البلد اتجاه الدم، قول يلا. والله لو سوي صيدل وبيذبح نفسه كاتس روت، كاتس روت يعني بيذبح نفسه، كاتس روت بيذبح نفسه تلاقي الدم نازل فرام
من قدام اكيد، لان مفيش حد بيدبح نفسه من ورا، فالفكره كلها بتدبح نفسه قدام، فالدم نازل فروم اباف داون وورد اكوردنج تو الجرافيتي. بعكس لو كات ثروت، لو حد بيدبح حد هوم سايدل وبيتخانق معاه هوم سايدل، الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك هيغزه ولا يدبح رقبته ويقوم زقه على الارض. زقه على الارض سيادتك الدم هيقع باكورد على الارض، هيتصفى على الارض برضه اكوردنج تو الجرافيتي. بعدين نتكلم بعد كده الجزء اللي بعديه السكس، اللي ينتحر المنتحر من حيث العنف ميل، واحنا مش ضد حزب المرأة، الفكرة كلها الموضوع بالنسبة لك طبعا سيادتك اللي يتقتل ميل او فيميل. طب نيجي نتكلم من حيث عن سيادتك الاستراجل ساين، فين علامات المقاومة من غير ما تبص؟ علامات المقاومة اكيد هيكون في خناقة في جاني وفي مجني عليه، يبقى هتبقى في حالات الهوموسايدل. في كمان اتنين سهلين خالص اللي هما ايه؟ البوزيشن والكلوزس، سهلين قوي دول. البوزيشن لو الاوضه ارينجت، لو الاوضه لوكد مغلقه والبني ادم جواها اندور، واقف قدام المرايه ميرور ولقيت الجثه كده، دي بنسبه كبيره تبقى كلمه تساوي سايدل الى مثبوت العكس. بعكس سيادتك اللي هو اللي مقتول، هتلاقي الاوضه او الدور، هتلاقي بص او الدور خارج الغرفه اندور، تلاقي الاوضه مفتوحه لوكد مش لوكد، مقفوله مفتوحه، تلاقي بص سيادتك داخل الغرفه اندور خارج الغرفه او الدور، بس بنسبه كبيره هتلاقي الاوضه ديس ارينجد. يعني الاوضه ديس ارينجد، الاوضه سيادتك متكسره ومدغدغه، ودي علامات المقاومه. فما تيجي تبص على الهدوم، بص يا غالي لو الهدوم تيرنج متقطعه ومتفرتكه، لو الهدوم تيرنج متقطعه ومتفرتكه، دي بنسبه كبيره تبقى هومو سايدل. طب الفكره كلها لو لقيت هدومه سليمه والحته بس بيرز سكين، يعني كلمه بيرز سكين هيكشف الحته، هيكشف الحته اللي دايما سيادتك بيدبح منها، هيكشف الحته، لو بيدبح رجل هيفتح الحته دي، هيشمر امه ويشمر الحته دي، لو من رقبته يقوم سيادتك كاشف هدومه وسيادتك من رقبته يقوم دابح نفسه. اذا دايما هدومه كلها بتبقى سليمه ما عدا الحته اللي بيدبح منها نفسه، بتبقى دايما بتبقى بيرد، دايما بتكون بيرد، يعني كلمه بيرد دايما سيادتك بتبقى سيادتك مكشوفه. حضرتك طالما اتكلمت على الجاني يبقى المفروض، او المجني عليه، المفروض نتكلم على الاسيلنت. من هو الاسيلنت؟ الاسيلنت هو اللي هو مين؟ الجاني. ده ما بيجيش فيه اسئله. ما بيجيش فيه اسئله نهائي، واحد يقول لي اكيد اقسم بالله ما يجي فيه اسئله. بس من باب العلم بالشيء هنقول كده ان الجاني تطلعه على قناه الام بي سي مع الاستاذه ريهام سعيد وتفضحه. تاني الجاني هتطلعه على قناه الام بي سي، على قناة الـ MBC مع الأستاذ ريهام سعيد. حرف الـ M الموضوع بالنسبة لك المقاومة. إيه الـ Struggle Sign؟ ما أنا قلتها لك يا ابني. إيه الـ Struggle Sign اللي هتلاقيها؟ الـ Struggle Sign هتلاقي هدوم متقطعة، هتلاقي الأوضة أصلاً غير منظمة، هتلاقي في جروح على الجسم، الـ Struggle Sign أكيد هتلاقيها على الجاي. حرف الـ B عند سيادتك الـ Blood. أي بعد دم موجودة، أي بعد دم موجودة، المفروض حضرتك تشوف دي بتاعت الأسيلنت ولا بتاعت الفيكتور. أي بعد دم موجودة المفروض هتعرف دي بتاعت الجاني ولا المجني عليه. ثم حرف السي نعمل إكزامينيشن لمين؟ للكلوزس وللفينجر برنت وللبصمات وهكذا. أقسم بالله ما يجي على أسئلة نهائي. وقال لي بس أنا لا 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 مش أنت. صلى على حبيبك على أفضل الصلاة والسلام. ما تيجي نقول كمان، واحد يقول لي سيادتك نقول كمان ليه؟ اول حاجه الموضوع بالنسبه لي ما تيجي نتكلم في انيوموريشن. انيوموريشن انيوموريشن موقع الجريمه نحب تشوفه عز الايه؟ النهار. حرف الان سوسايدال نوت دي موجوده فين دي؟ موجوده في السوسايدال. حرف الاتش الهيستوري اللي بينتحر، بينتحر بسبب مشاكل ماديه او عاطفيه، بعكس اللي اتقتل سريتن باي انمي. حرف الاي انت تلاقي اسيلن، كلمه اسيلن سينجز، انت تلاقي حاجات من الجاني في موقع الجريمه، يبقى دي اكيد في مجني عليه، يبقى دي في حالات الهومو سايدل. ما تيجي نتكلم على الروم، الغرفه لو الغرفه ارينجد سوي سايدل، لو ديس ارينجد هومو سايدل. فاكر انت حاجات كلها في حرف الاس بتاعت الفيكتور بتاعت المجني عليه؟ الاسباس اخر حاجه مسك الميت قبل ما يموت، لو منتحر هيكون ماسك السلاح، لو بيتخانق مع حد ماسك حاجه من الاسئله. طب ما تيجي نتكلم على السكس، اللي ينتحر
ميل من حيث العنف اللي اتقتل ميل او في ميل. ما تتكلم على الاستراجل ساين، علامات المقاومه دي هتلاقيها في حالات مين؟ في حالات الهومو سايدل. ما تيجي نتكلم سيادتك لو من حيث الستين بتاعه البلد او السايت اوف البلد ستين، السايت اوف البلد ستين لو حد بيذبح نفسه اكيد بيذبح نفسه بسكينه من قدام، الدم نازل فورورد فورورد اباف داون وورد. بعكس لو حد ذبح حد وزقه على الارض الدم هيتصفى على ظهره اكورد تو جرافيتي. في جملتين انت مش مستهلين مش محتاجينهم، هي اصلا البوزيشن. لو لقيت الاوضه لوكت والجثه اندور داخل الغرفه واقفه قدام المرايه بنسبه كبيره تبقى سوي سايدل. لقيت الاوضه مفتوحه مقفوله الجثه انورد اوت وورد بس الغرفه غير منظمه دي هتبقى بنسبه كبيره هوم سايدل. الكلوزس لو الهدوم متفرتكه تيرنج وتورن دي هتبقى هوم سايدل. لو لقيت هدوم سليمه والحته اللي بيطبع منها نفسه ده متغط مت مكشوفه مش متغطيه مكشوفه يبقى دي هتبقى سوي سايدل. من الكلام ده دكاترة قول بسم الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نتكلم عن الاكزامينشن بتاع مين؟ بتاع الاسئله. الجاني ده سيادتك نطلعه مع الاستاذ ارهام سعيد على قناه الام بي سي عشان نطبعه واكتب لا يوجد له اسئله، لا يوجد به اسئله، ما فيش اسئله فيه اصلا. حرف الام المقاومه، شوف سيادتك علامات المقاومه على الجاني هتلاقي متخربش هتلاقي متبهدل هتلاقي علامات الاسترجل سايد اللي هو مقطع هتلاقي فيه جروع على جسمه. طيب حرف البي البلط اي بقع دم موجوده حضرتك المفروض تعمل كومباريزون كومبيرد دي بتاعت الاسيلنت ولا بتاعت الفيكتور ثم نعمل اكزامينشن للكلوزس واكزامينشن للفينجر برنت وهكذا. طب ده سيادتك بالنسبه لمين؟ موقع الجريمه خلاص خلصناه موقع الجريمه. بعد كده بنحب نشوف عز النهار. بعد كده الجاني دي الجاني نطلعه على قناه الام بي سي ونفضحه ما بيجيش فيه اسئله اكتب عليه فاكس ولو انت غير مصري اكتب عليها غير مهم. طب ما تيجي نتكلم على الجزء بتاع المجني عليه. المجني عليه كل حاجه بحرف اس كاريفيريك اس سباس الاس سايت اوف البلاد الاس يكون عندي 6 الاس الثانيه يكون عندي اللي هو مين؟ الاستراجل ساين. كده احنا اتكلمنا على موقع الجريمه، اتكلمنا على الجاني، واتكلمنا على المجني عليه. تيجي نتكلم على الجزء بتاع السلاح والجرح. تعال نتكلم على السلاح. انا اسف لو شرحي سريع جدا بس الفكره كلها انا عايز الملك الدنيا على قد ما تقدر قبل ما تدخل الامتحان يعني. السلاح ده. السلاح احنا هنتكلم كده دم على السلاح موجود وعسكري على الحدود. ما هذا الذي تقوله؟ دم على السلاح موجود وعسكري على الحدود. ده بعمل examination of the weapon. ايه دم على السلاح موجود وعسكري على الحدود؟ دم على السلاح موجود الدم بعمل examination of the blood واشوف ده بتاع الجاني ولا المجني عليه. دم يبقى انا بعمل اكزامينشن اوف ذا بلاد اللي موجود على السلاح. طب السلاح موجود هكتب كده يبقى السلاح بريزنت اور ابسنت. ربنا ادانا عقل قول انت. لو السلاح موجود بنسبه كبيره هيكون الحاله دي سوسايدل ولا هومو سايدل. لو السلاح موجود بنسبه كبيره هيكون سوي سايدل. محدش يعني يذبح نفسه بسكينه يقول لك بص انا اروح اخبيها بقى عشان ايه بعد ما اموت بقى يقعدوا يلفوا على السكينه. مش هستظرف كده. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك ولسيادتك لو السلاح بريزنت نسبه كبيره الى نسبه العكس الموضوع هيكون سوي سايدل. طب لو السلاح ابسنت اكيد هومو سايدل. لدرجه ان عند سيادتك في جمله موجوده سيادتك في المحاضره يقول لحضرتك في الحالات القتل السلاح هيكون ابسنت اند اف بريزنت ولو هو موجود هيكون عايز يعمل مسليدنج للاسرتز. يعني كلمه مسليدنج للاسرتز عايز يضلل العداله عشان كده يقول لسيادتك الدم على السلاح موجود وعسكري على الحدود. الدم اللي موجود ده اعمل اكزامينشن اوف ذا بلاد وشوف ده بتاع مين بالظبط. ده بتاع الجاني ولا المجني عليه. السلاح موجود بريزنت ولا ابسنت. لو بريزنت تبقى دي هتبقى سوي
صيدل. لو absent دي هتكون كلمه هومو صيدل، and if present ولو موجود في حالات الهومو صيدل هيكون بنسبه كبيره سيادتك عايز يضاد العداله. ايه عسكري على الحدود ده؟ عسكري على الحدود هكتب عليه نيتشر اوف الوجن، يعني نيتشر اوف الوجن كل واحد بيقول لسيادتك منتحر او سيادتك اللي هو بيقتل حد ايا كان عن سيادتك، يقول لحضرتك تشوز بيختار السلاح وزن هز ريتش. يعني وزن هز ريتش السلاح السهل استخدام بالنسبه له. يعني ايه سيادتك اللي هو السلاح السهل الاستخدام؟ لو هنتكلم على نظار، ايه اقرب سلاح محبب اليه ممكن يستخدمه ما يخافش منه؟ السكينه. احنا سيادتك لا نخاف. طيب بص، لو بتتكلم على عسكري ولا ظابط، ليه النهارده ضرب النار قاعدين فيه؟ فالفكره كلها الموضوع بالنسبه لك. يبقى سيادتك لو سوليد جارد، لو عسكري عايز يستخدم الفاير ارم، يعني يستخدم الفاير ارم عايز يستخدم السلاح، وهكذا. الناس فاهمه الكلام؟ فما تقعدش بقى تقول لك لو والله لو جزار يبقى بالسكينه بتاعته، لو نجار يبقى بالمنشار. يا عم اخلص الكلام ده، اصلا هذا الكلام ده الكلام ده هبل، الكلام ده سهل قوي. السلاح يبقى دم على السلاح موجود وعسكري على الحدود. ايه دم على السلاح موجود؟ الدم عامل اكزامينشن اوف بلاد اللي موجود على السلاح. السلاح بريزنت ولا ابسنت؟ موجود ولا مش موجود؟ ما تكتب يا عم اكتب الله يرضى عنك. السلاح موجود ولا مش موجود؟ لو السلاح موجود دي هتبقى سوي صيدل، لو ابسنت دي هتبقى هوم صيدل، وبنسبه كبيره هيكون عايز يضل العداله لو موجود. عسكري على الحدود يعني كده عسكري على الحدود نيتشر اوف الويبون، كل واحد بيحاول يستخدم السلاح وزن از ريتش اللي ما يخافش منه. اكتب كده السلاح اللي ما يخافش منه، الاقرب الى قلبه، يعني الاقرب الى قلبه. لو عسكري هيستخدم المسدس، لو جزار هيستخدم السكينه. الكلام ده كله سهل خالص، جاي سيادتك اخر جزء خالص في المحاضره الاولى نعمل اكزامينشن لمين؟ للجرح نفسه وللوند. ممكن بالله عليك تستنى نص دقيقة؟ بالله عليك تستنى نص دقيقة؟ احنا اتكلمنا سيادتك ان احنا هنبص على موقع الجريمة، وبعد كده هنبتدي نتكلم على الجاني صح؟ مكان نتكلم على المجني عليه، مكان نتكلم على السلاح، واخر حاجة نتكلم عليها اللي هو مين؟ الجرح. نحب نشوف عز الايه؟ قول بقى في عز الايه؟ النهار. حرف الانس وصيدا النوت دي بنسبه كبيره بنسبه ايه للسوسايدا، هو بيكتب عشان مش عايز يعذب اللي حواليه وعايز يفهمه وينتحر اسباب بسبب ايه. حرف الاتش هيستوري اللي بينتهي بينتهي بسبب مشاكل عاطفيه او مشاكل ماديه، بعكس سيادتك لو يما سيادتك حد يجي يتقتل ثريتند باي انمي اسيلنت، انت تلاقي حاجات من الجاني على المبني عليه دي هتكون في الهومو سايدل. الروم لو الغرفه منظمه سوي صيدل، ديس ارينجد يكون عندي هومو صيدل. الجاني الجاني احنا عايزين نفضحه الاسئله، انت تطلعه على قناه الام بي سي هكتب عليه فاكس، ولو انت غير مصري يا مرحب بك اكتب عليه غير. مهم حرف الام المقاومه، اشوف علامات الاستراجل عليه لان اكيد تخناق فاكيد اتعور اكيد دومه اتقطعت اكيد اتخربش. حرف البي اعمل اكزامينشن للبلط شوف ده بتاع الجاني ولا المجني عليه. حرف السي الكلوز، بص على الهدوم بص على الفينجر برنت على بصمات الايد. طب ما تيجي نتكلم ده ما يجيش فيه اسئله. طب ايه المجني عليه؟ المجني عليه الفينجر حاجات كلها بحرف الاس. اخر حاجه مسكها ماس ماكريفريك اسباس السكس اللي ينتحر من حيث العنف ميل وليس فيميل. طب نزلوا معايا الدنيا، يقول لك السايت اوف البلاد ستيت اتجاه الدم، لو حد بيذبح نفسه الدم نازل من قدام فروم اباف داون نور، بالعكس لو حد بيذبح حد وزقه على الارض الدم هيتصفى باكورد على الارض هيتصفى لورا. لو انا سيادتك بذبح حد وغزيته وسيادتك بالسكين ورميته الدم هيبتدي يتصفى على الارض على ظهره اكورد تو الجرافيتي. ما تيجي نتكلم عن سيادتك من حيث الاستراجل ساين، علامات المقاومه دي هتلاقيها فين؟ هتلاقيها فين؟ في الهومو ساين. ماشي البوزيشن لو الغرفة مقفولة والجثة اندور في الداخل واقفة قدام مراية دي بنسبة كبيرة تبقى كلمة سوي صيدل. السلاح دم على السلاح موجود وعسكري على الحدود. ايه ده بقى؟ الدم اللي موجود اعمل اكزامينشن للبلط. طب السلاح موجود دي اللي بتيجي في الام سي كيو، يعني السلاح موجود. لو السلاح موجود دي هتبقى دي هتبقى سوي صيدل، ولو غير موجود دي هتبقى هومو هومو صيدل. مفهوم الكلام ده؟ مفهوم الكلام ده. عسكري على الحدود يعني كلمه عسكري.
عسكري على الحدود، عسكري على الحدود. ده النيتشر اوف ذا ويبون. يعني النيتشر اوف ذا ويبون يقول سيادتك كل واحد بيستخدم السلاح اللي ما يخافش منه. ويزن از ذا بيتش. تعالى نتكلم على الاكزامينيشن بتاع الوومد. تعالى بس اتفق معاك اتفاق، الاكزامينيشن بتاع الوومد ده ما يجيش سؤال اخر السنه. اكتب كده جمل ام سي كيو منفصله، عشان بس ما حدش يقول لي ايه بي سي دي واتنين بالان واتنين بالاخ واتنين بالتف وتقعد تقرفني. ايه القرف ده؟ ايه يا عم ده؟ يعني الفكره كلها ما تقعدش تحفظ تقول بي سي دي واتنين بالان نيتشر ونمبر وتلاته بالاخ واتنين بالتف. ايه القرف ده بقى؟ الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك اقول لسيادتك خلي الدنيا سهله، جمل منفصله. حضرتك تمسك الورق وتقرا جمل منفصله ليس اكتر من ذلك. ايه الجمل المنفصله؟ ما تيجي نتكلم، هما ست جمل، تعال نشوف واحده واحده كده. اول حاجه يقول لسيادتك مين السلاح اللي ممكن يحصل فيه بروكن تيب؟ ايه بروكن تيب ده؟ بص يا غالي، في فرق ما بين حد بيذبح نفسه بالسكينه دي كده وحد بيذبح حد اسمها كات ثروت. في فرق ما بين الطعن كده، دي اخطر لانها عميقه، دي اخطر، دي اسمها ستاب وومد، دي اخطر اسمها ستاب وومد. ركز معايا كده، ممكن اثناء الطعن بالمنظر ده كده يحصل كده. بص، اثناء الطعن بالمنظر ده كده يحصل بالمنظر ده كده. ايه ده؟ حته سيادتك من السلاح تتكسر داخل سيادتك اللي هو المجني عليه. عشان كده بيقول لحضرتك ممكن لو في حته اتكسرت من السلاح ممكن اعرف السلاح المستخدم. اي نعم. واحد يقول لي بس انا مش فاهم. بص يا غالي، نتفق اتفاق، هل الاسئله اللي انت بتقولها دي اخر السنه بتيجي يعني اسئله طويله بقى وتسقص تقى؟ يعني ايه تقى؟ يعني هقى. يعني هقى؟ يعني لا. واحد يقول لي الجمل دي بتيجي ازاي؟ اقسم بالله ام السكريات ليس اكثر من ذلك. فالجمل اللي انت هتقولهم لي عايز تقول لي بي سي دي وثلاثه بحرف الدي، انت حر، بس ما تقولش اتنين بالاخ واتنين بالتف وتقعد تقرفنا. الفكره كلها بيقول لسيادتك البروكن تيب، يقول لحضرتك في فرق ما بين ان انا اذبح حد بالمنظر ده اسمه كات ثروت واطعن حد بالمنظر ده اسمه الاستاب، اسمه الاستاب وونت. بص كده معايا، بص كده معايا، اذا كنت انا بطعن بالمنظر السكينه بالمنظر ده كده، فممكن وانا بطعن السكينه ممكن تلاقي حته اتكسرت منه. عشان كده لو لقيت حته من السكينه مكسوره هل انا ممكن اعرف فيها السلاح المستخدم؟ اي نعم، لان لو لقيت جنب الجثه سكينه كامله ودي في حته مكسوره في الجرح، اذا مش دي السكينه اللي مضروب بيها. يسالك سؤال، مين السلاح اللي عند حضرتك او مين الجرح اللي ممكن عندنا نعرف بيه السلاح المستخدم؟ اكيد بالنسبه لنا هيكون عندي الاستاب وومب. الاستاب وومب، الاستاب وومب اكتب عليها كده، بتبقى ديب، بتبقى عميقه، بتبقى عميقه لجوه، عشان كده بتبقى دينجرس، خطيره، ممكن تاثر على الاورجنز اللي جوه. اذا مين السلاح اللي ممكن يحصل فيه بروكن تيب؟ بروكن تيب يعني الكلام ده، اطعم بالمنظر ده كده، بص 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 اهو كده، اهو بالمنظر ده كده اهو. الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك ممكن تلاقي حته حته من السلاح داخل الجرح. اذا الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك في حالات البروكن تيب، في حالات البروكن تيب ده ممكن تلاقيه في حالات الاستاب ووند. طيب حرف الاس بين سيادتك السايت وفي الووند في حالات الكاتس رود. ايه في حالات الكاتس رود ده؟ اظن حضرتك لو تعرف، لو حد بيذبح نفسه اكيد هيرفع رقبته لفوق 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 ويبتدي عند حضرتك يذبح نفسه. هو ليه رفع راسه قوي لفوق كده؟ عشان خاطر يشوف هو بيعمل ايه. فالجرح في الرقبه يكون سوبيريور، ياخد اللي بيجي يحلق دقنه بيرفع رقبته خالص عشان يشوف هو بيعمل ايه. فدايما الجرح بيكون سوبيريور. اذا لو حد هيجي يذبح نفسه دايما عن سيادتك يقوم رافع رقبته كده لفوق ويبتدي يذبح، هو عايز يشوف هو بيعمل ايه. فالجرح عاده يكون سوبيريور. بعكس لو حد عن سيادتك هيجي سيادتك لو يتقتل بسكينه، دايما سيادتك هتلاقيه منزل رقبته لتحت عشان السكينه ما تعديش، دايما منزل السكينه لتحت عشان السكينه ما تعديش، فعاده الجرح في الرقبه يكون انفيريور. شكلك مش مبسوط. صلى على حبيبك كده على افضل الصلاه والسلام، على افضل الصلاه والسلام. كلها سيادتك خمس زي واقول لك الوداع. خد القلب ده كده وركز معايا، جرد العقد ان حضرتك الفكره كلها ده هنتكلم واحده واحده كده. دمع السلاح موجود وعسكري على الحدود، ده الاكزامينيشن بتاع مين؟ ده الاكزامينيشن بتاع السلاح.
دم مع السلاح موجود، دم ام اكزامينشن للطلاب، السلاح موجود ولا مش موجود؟ لو السلاح موجود، لو السلاح موجود بريزنت دي هتبقى سيوي سايدل، لو غير موجود يبقى هوم سايدل، ولو موجود في حالات القتل يعمل مسليدنج للاسورتس عايز يضلل العداله. ما تيجي تزق الدنيا كده بعد كده الجزء اللي بعديه. حاضر، الفكره كلها تعالى نتكلم بعد كده اللي انت عايزه. ايه اللي انت عايزه مني؟ قناه العادي ولحضرتك اللي هو عسكري على الحدود، كل واحد بيستخدم السلاح وزن هيز ريتش المحبب والاقرب الى قلبه. زق معايا الدنيا كده وتعالى نتكلم على الجروح. هل الاسئله دي تتحفظ؟ لا لا لا. طب هل الاسئله دي ممكن تجيب اخر سنه؟ لا لا لا، هي اخرها ام سي كيوهات منفصله. اكتب على سيادتك الاكزامينشن اوف الووند ام سي كيوهات منفصله. اول حاجه تعالى نتكلم سيادتك على الجزء بتاع البروكن تيب. مين عند سيادتك السلاح عند سيادتك اللي ممكن حته تتكسر فيه؟ وانت عند سيادتك اللي هو تشده بالمنظر ده يقول لك حته تتكسر فيه، يقول لي سيادتك الستابون لانه بيكون عميق. ممكن تكتب لي ان هو بيكون ديب عميق لجوه. ما تيجي نتكلم على السايت بالعقل. اظن سيادتك اللي بيجي يتبع نفسه بسكينه يرفع رقبته لفوق كده عشان يشوف هو بيعمل ايه، فبيبتدي سيادتك يتبع نفسه فتلاقي الجرح في الرقبه سوبيريور، وخلي بالك الدم يبتدي ينزل فورورد فروم اباف داونورد اكوردنج تو الجرافيتي، جمله مكرره. فاللي بيتبع نفسه عاده هو بيرفع رقبته لفوق كده، ما حدش بيتبع نفسه وهو بيتبع كده، حد يعمل كده كده انت عرفان، كده انت عرفان من دنيتك وعرفان من نفسك. الفكره كلها سيادتك لو حد بيتبع نفسه يرفع رقبته لفوق ويبتدي يتبع سيادتك نفسه بالسكينه، يبتدي يتبع نفسه بالسكينه عشان عايز يشوف هو بيعمل ايه. فعاده الجرح يكون في السوسايدال سوبيريور او هاي. بعكس لو داخل على حد وبتبعه دايما منزل رقبته لتحت عشان مش عايز السكينه تعدي، فعاده الجرح يكون انفيريور. ما تيجي نتكلم على الجزء بتاع الدايركشن. هسألك وانت تقول ترد عليا وانا مش معاك بس رد. انت تحب تقتل واحد من قدام ولا من ورا؟ تقتله من جنبه اليمين ولا من جنبه الشمال؟ اجابتك خطأ. من اي اتجاه؟ اني دايركشن، اني دايركشن، من اي اتجاه ما يفرقش معايا. واحد يقول لي يعني انا ما اقتلوش من ورا؟ طب انا اسف الكلمه يعني. افرض هو واقف في وشه، بعد اذن حضرتك تلف عشان عايز اقتلك من ظهرك. طب الناس الثانيه تقول لك مش يبقى احسن ان انا اقتله من وشه. طب افرض واقف في ظهره، لو سمحت لف لي بقى عشان خاطر اقتلك واخلص. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ اللي يقتل حد يقتله من قدام، يقتله من ورا، يقتله سيادتك لو سيادتك من الجنب، يقتله باي حاجه ويجري يا عم عشان نخلص. اذا سيادتك لو حد بيقتل حد في الهوم وصيدل، اذا في اني دايركشن. بعكس لو حد عايز يطعن نفسه، ركز عشان الجمله دي مهمه قوي. لو حد عايز يطعن نفسه هو بيكون سيادتك جسمه بالمنظر ده كده، وركز الله يرضى عنك لان الكلام ده يفرق معايا. ركز الله يرضى عنك. بص يا غالي، لو حد عايز يطعن نفسه عاده عن سيادتك هو عمره ما يضرب نفسه في رجله ولا يضرب نفسه في جنبه. هو لو الطعن الصح عايز يطعن نفسه يقتل نفسه، يقتل نفسه سيادتك في القلب. بتشوف انت في الافلام ناس عن سيادتك لو عايزه تقتل نفسها، بتشوف انت في الافلام يحط السكينه سيادتك على مكتب ويقوم سيادتك نايم على السكينه كده سيادتك بحيث انها تغرس في قلبه. الفكره كلها عند حضرتك يقتل نفسه ازاي. الله يرضى عنك، بص معايا عشان الكلام ده مهم. الله يرضى عنك، بص معايا عشان الكلام ده مهم. انا اعتبر ده بطنه، دي البطن، واعتبر ان ده الشيست. بص يا غالي، اللي عايز يقتل نفسه عمره ما يقتل نفسه بالمنظر ده كده. ليه ما يقتلش نفسه كده؟ لان كده اللي هو لو ضرب نفسه يضرب نفسه في الرئه، في الرئه كده هيعيش غبي. ليه هيعيش غبي؟ لان اللمبه الثانيه هتعيش. يعني لو هو لو ضرب نفسه في الرئه كده سيادتك بيحصل فيها كولابس، يعيش غبي بالرئه الثانيه. طب واحد يقول لك طب افرض قتل نفسه كده، الفكره كلها برضه هيعيش غبي لانه برضه الرئه دي هيحصل فيها كولابس، يعيش بالرئه دي. هو ادق حاجه سيادتك عشان يعملها يكون عايز يوقف نبض، بص 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 بص، القلب. يعني ايه يوقف نبض القلب؟ اولا هو عايز يغرس السكينه لجوه في القلب انورد، يغرس السكينه لجوه انورد. اصل هيغرس السكينه لجوه 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 لغايه ما تغرس سيادتك فيه وتخرج الناحيه الثانيه من ظهره، فلازم يغرسها لورا. يكون عند سيادتك كلمه باك وورد تاني براها عشان شكلك مش مبسوط. تاني، مين السلاح اللي عند سيادتك اللي ممكن وانت بتطعن حته تتكسر فيه وتعرف منه السلاح؟ اسمه الاستابون. لو جه سالك الاستابون سوبرفيشال ولا قديم؟ لا قديم، اكبر بقى. طب لو حد بيتبع نفسه عاده هترفع رقبتك فوق، فعاده لو بتتبع نفسك الجرح يكون سوبيريور قدام نازل قدام فوق اباف داونورد اكوردن تو جرافيتي. بعكس لو حد بيتبع حد سيادتك اللي هو بيقول لسيادتك دايما يكون منزل رقبته لتحت عشان خاطر مش عايز السكينه تعدي على رقبته.
الفكره كلها فجاه عاده يكون انفيريور. تحب الدايركشن اللي تنهي الحد فيه في الهوموسايتال تقتله من قدام ولا من ورا؟ اقسم بالله من اي اتجاه لا ما يفرقش معايا. اذا الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك عند حضرتك ان حضرتك قتله من قدام قتله من ورا من اي اتجاه ما يفرقش معايا اي دايركشن. بعكس اللي بيذبح نفسه وهيغرس السكينه في القلب. واحد يقول لك يغرس السكينه في القلب ازاي؟ يطعم نفسه في القلب، امسك كده سكينتك واطعم نفسك في القلب. لا اما عند حضرتك يجيبوا السكينه سيادتك يحطوها على المكتب او يسترجوها سيادتك على لمصاص ولاب على حيطه ويقوم نايم على السكينه بحيث انها تكون غارزه في القلب. انت عايز مني عشان نخلص؟ جاره العاده يقول لحضرتك هو عايز يوقف نبض القلب. اولا السكينه تغرز لجوه انورد. هيفضل ينام على السكينه، ينام على السكينه لغايه ما السكينه سيادتك تقوم غارزه في قلبه وراجعه لورا باكورد. ما بين النقطه دي الناس بتنساها. تفتكر هو هيضرب في الشيست فوق ابورد ولا هيضرب تحت داونورد؟ ده الشيست، الرئه بالمنظر ده والرئه بالمنظر ده والقلب هنا. تفتكر هيضرب نفسه ابورد وتيجي في الرئه ويحصل في الرئه كولابس ويعيش غير الرئه التانية؟ يعني هيضرب نفسه دايما سيادتك تحت في الشيست، فيقول لي سيادتك داونورد في الشيست عشان هو عايز يضربها في القلب. شكلك مش مبسوط وانا بقالي سيادتك 3-4 دقايق واقول لك الوداع. دي اول مقابله ما بيني وما بينك. يا ريتك كنت قاعد قدامي كنت فرفشتك والله. الموضوع بالنسبه لي اللي سيادتك بالمنظر ده كده، ادي سيادتك واحد اهو بالمنظر ده، وادي سيادتك ادي جسمه وادي رجليه، اعتبر ده بطنه. الفكره كلها ادي رئه في الشيست وادي رئه في الشيست وادي عند حضرتك ادي ايه؟ ادي القلب بتاعه. ايه اللي بيحصل معايا؟ هو عايز يوقف بص نبض القلب، هو عايز يغرس السكينه، اولا يغرس السكينه اللي جوه في القلب انورد. لو نام على السكينه تفضل سيادتك راجع لورا لغايه ما تفردك القلب وتطلع من ظهره ويكون عندي كلمه باكورد لورا. انا بينك نقطه، كلمه داونورد يعني الشيست بالمنظر ده كده، ادي الشيست. ادي الشيست هو. القلب موجود هنا. الناس كلها تعرف ان سيادتك موجود عند الفيفث سبيس تحت. القلب موجود تحت لان الرئه عامله كده والرئه عامله كده. تفتكر هيضرب نفسه فوق ولا هيضرب نفسه تحت؟ هو عايز يضرب نفسه تحت. تحت فين؟ تحت قصده بيها في الشيست. الشيست يقصد بيها انه عايز يضرب نفسه تحت. يعني ايه كلمه تحت؟ عايز يضرب نفسه تحت هنا بالمنظر ده كده. اذا الفكره كلها الموضوع بالنسبه لك كلمه داون وورد. داون وورد يضرب نفسه في الجزء اللي تحت في الشيست وليس الجزء اللي فوق، لانه لو ضرب نفسه فوق عادة سيادتك تيجي في الرئه. فالفكره كلها يضرب تحت، يضرب نفسه تحت سيادتك اللي هو في صدره في الجزء اللي تحت في اللور بارت مش في الابر بارت في صدره، في اللور بارت لان القلب موجود في اللور مش في الابر. لانه لو ضرب نفسه في الابر بارت هتيجي في الرئه. ده ايش غبي. الفكره كلها سيادتك يضرب نفسه في اللور بارت يقول سيادتك يضرب نفسه في الجزء اللي تحت، يعني في الجزء اللي تحت يضرب نفسه سيادتك داون وورد في الجزء اللي تحت. مفهوم الكلام ده؟ مفهوم الكلام ده. عايز يوقف نبض القلب، حرف الان انورد، حرف البي باكورد، حرف الدي داونورد. انت بقى عايز تقعد تقول لي بي سي دي، ده حر بس ملهاش لازمه يعني لان دي جمل منفصله. حرف البي البروكن تيب دي هتكون موجوده فين؟ في الستاب وند. بعد كده السايت وفي الوند. لو حد بيذبح نفسه عاده الجرح يكون في الرقبه سوبيريور، بالعكس لو حد بيجي يذبح حد رقبته تكون نازله تحت يكون عند سيادتك انفيريور. الدايركشن تحب اقتل في اي اتجاه بعكس اللي يطعن نفسه بالسكينه في القلب، يطعن نفسه وعايز يوقف نبض القلب. تعرف تقولها نبض السكينه تغرز لجوه انورد لورا سيادتك لغايه ما تغرز سيادتك لو تفرتك القلب كله وتطلع من ظهره باكورد. انت بتتكلم على الشيست وول، انا مش هضرب ابورد، هضرب داون وورد تحت سيادتك فين؟ في القلب. مفهوم؟ مفهوم. ما تيجي نتكلم بعد كده الجزء اللي بعديه. حاضر. تعالى نتكلم على لمسة سولا على 3 حرف. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نتكلم بعد كده سيادتك على كمان 3 جمل. ايه هما ال3 جمل؟ تعال نتكلم عن سيادتك على 3 حرف التي. التكرار وطبيعه الجرح وحاجه اسمها التنتيتيف ماركس. ايه التكرار ده؟ التكرار ده عن سيادتك امتى تلاقي مالتيبل وومب؟ امتى تلاقي اكتر من طعن؟ امتى تلاقي اكتر من طلقه؟ هتلاقي اكتر من طعن واكتر من طعنه في حالات الهوموسايدال اكيد يعني.
يبقى هتلاقي اكتر من طعنه واكتر من طلقه في حالات الهوموسايدال. طيب ايه طبيعه الجرح؟ في جمله عابره موجوده عند حضرتك يقول لحضرتك ان الاستاب وند الطعن مش كومن ان يكون اكسيدنتال. قولي لي بس انا عايز افهم. بص يا غالي، مين السلاح اللي ممكن يحصل فيه بروكن تيب وحته تطير؟ الستاب وند. طب انت لو بتذبح نفسك بسكينه قطوة بتذبح نفسك في الرقبه يبقى سوبيريور، بعكس لو حد داخل عليك انت بتنزل رقبتك تحت خالص، لما تيجي تذبح تدبح سيادتك السكينه سيادتك تعدي من تحت انفيريور في الرقبه. ليه انفيريور في الرقبه؟ لان انت سيادتك منزل رقبتك لتحت. اتبقى حضرتك كمان، انت لو انت بتتكلم على الدايركشن، هي كلمه دايركشن بتتكلم على اتجاه. لو انا هقتل هقتل في اي اتجاه، بعكس لو حد يطعن نفسه في القلب يطعن نفسه ايه؟ انا عايز يوقف النبض الان انورد والبي باكورد ودي داونورد. ثلاثه تعالى نتكلم على ثلاثه بحرف التي. ايه هو التكرار ده؟ التكرار يقول لسيادتك امتى تلاقي مالتي بلوند؟ امتى تلاقي اكتر من طعن اكتر من رصاصه مضروبه؟ يبقى دي حالات الهوموسايدا. طبيعه الجرح جمله عابره اقراها بس كده، الستاب ووند يقول لك مش كومن ويحصل اكسيدنتال. ليه؟ انت عارف الطعن ده بيحصل من مكان قريب؟ اللي يدخل على حد ويطعنه لازم يكون عارف هو مين. واحد يقول لي ازاي يعني؟ هنفترض ان في مثلا طار ما بين واحد والتاني، صقر ما بين واحد والتاني. افرض انت دخلت سيادتك في فرشته في فرشه نومه، لقيته مش هو اللي نايم. تقوم قايل له بص يا ابن الحلال انا عارف ان هو مش انت، بس عشان خاطر بس المشوار اللي انا جاي له، وانا اصلا جايب مواصلات ودافع فلوس قد كده، فقتلك وخلاص. ده الصدر في ابن مش عايز اسمها كده. الطعن يكون من قريب، ففكره ان انت تطعن حد بالخطا من قريب قوي ده اصلا نوت كومن. واحد يقول بس انا مش فاهم، لان في دكتوره قالت لي حاجه قبل كده. قالت لي افرض حد بيسرق الشقه، تمام يا دكتوره. بتقول لي افرض انا بقى طلعت عليه وجيت امسكه قام طاعني. دي ساعتها مش اكسيدنتال يا دكتوره، ده ساعتها سيادتك هو بيقتل عشان يهرب، ساعتها تبقى هوموسايدال وليس اكسيدنتال. كلمه فكره انا ممكن اسمع ان واحد خبط حد بالخطا دي تمشي. واحد عند سيادتك مثلا بينظف السلاح طبعا جت في حد بالخطا او حد بيضرب عيار ناري، الفكره كلها سيادتك طلق ناري او عيار ناري طلع سيادتك بالخطا. انما انا عمري ما سمعت ان واحد داخل على حد وطعن سيادتك، اصلا انا ما كنتش اقصد ان طعن، كنت بتهزر معاه بالسكينه يعني ولا بتهرش له يا بيه يعني ولا ايه؟ فكره ان انت تقرب من حد وتطعنه بالمنظر ده جامد وتطعنه بالمنظر ده جامد، الفكره كلها سيادتك رير جدا ان هو يكون سيادتك اكسيدنتال. اشمعنى؟ لان انت مقرب منه وعارف مين اللي قدامك وكمان بتطعنه، يبقى سيادتك بنسبه كبيره مش اكسيدنتال. يا ريت تكون فاهم الكلام ده، يا ريت تكون فاهم الكلام ده، ان فكره ان انت تقرب من حد وتطعنه جامد وتطعنه جامد وانت قاصد كده اصلا رير جدا ان هو يكون اكسيدنتال بالخطوه. واحد يقول هو مش ممكن اكون غلطت فيه؟ غلطت فيه ازاي وانت داخل عشان تقتل حد معين بسيادتك بملامح معينه، واكيد انت سيادتك يعني للاسف الكلمه شارب منه قد كده ومتضايق منه قد كده وقرفان منه قد كده عشان خاطر تدخل تقوم طعن في السكينه. فكره ان انت تطعن في السكينه بالمنظر ده وان انت متضايق منه هو، اكيد انت عارف مين قدامك، ففكره ان انت تخطا فيها الموضوع متقوم. اخر حاجه خالص حاجه اسمها تنتيتيف ماركس. ايه التنتيتيف ماركس؟ اسمها الثاني هيزيتيتد. مين قال هيزيتيشن ماركس؟ جروح اكتب قديمه سطحيه تؤكد ان المنتحر حاول اكتر من مره لغايه لما يوصل لمبتغاه. ايه المبتغاه دي؟ لغايه لما يوصل للي عاوزه. بلاش اللغه العربيه الفصحى قوي دي. جروح قديمه، صدق بالله مين اللي عنده جروح هيزيتيتد؟ واحد متردد. مين اللي عمال يجرب مره والثانيه والثالثه والرابعه ويقول لي سيادتك هجرب مره والثانيه؟ خلي بالك المنتخب بيحاول مره واثنين وثلاثه واربعه لان هو بيختار اقل طريقه يتعذب بيها. فمين اللي هيكون عنده جروح قديمه وسطحيه تؤكد ان المنتحر حاول اكتر من مره لغايه ما يوصل للي هو عاوزه؟ اكيد بالنسبه لك دي هتبقى كلمه السوي سايدل. اس وسايدل ده يقول لسيادتك الحاجات دي يقول لك موجوده في السوسايدل، الحاجات دي موجوده في السوسايدل. يقول لحضرتك في الغالب بتكون موجوده في البيجيننج. يعني في البيجيننج؟ في البدايه. يعني في البدايه ده واحد بيحاول مره
واثنين وثلاثه وعشرة، فتلاقي دايما عنده جروح قديمه، تلاقي دايما عنده جروح قديمه في جسمه، ان هو بيحاول مره واثنين وثلاثه وقت ما يوصل. اسمها هيزيتيشن ماركس، دي يجي لك في الامتحان، دي مهمه قوي. تفتكر الهيزيتيشن ماركس دي موجوده في سوسايدال ولا هوموسايدال ولا ايه بالظبط؟ لا، موجوده في سويسايدال. دي جروح قديمه وسطحيه سوبرفيشال، لان اللي بيجرب مره كده ويشوف هيتعور ولا لا، هينزل في قد ايه، هيتوجع ولا لا، ويجرب تاني مره، ويجرب ثالث مره، ويجرب رابع مره، لغايه ما يوصل لمبتغاه اللي هو عايزه. فعاده الجروح دي بتبقى قديمه، ولا الجروح دي بتبقى سوبرفيشال؟ طالما لسه بيجرب في الاول الحاجات دي بتبقى سوبرفيشال. طالما لسه بيقرب في الاول او بيجرب في الاول، يبقى الحاجات دي بالنسبه كبيره تبقى كلمه سوبرفيشال. مين اللي عند حضرتك اسمه هيزيتيتد او تنتيتيف؟ تنتيتيف، هيزيتيتد، تنتيتيف. مين اللي سيادتك المتردد مره واثنين وثلاثه، وبيحاول يعور نفسه مره سطحي، اثنين سطحي، ثالث مره سطحي، عاشر مره سطحي، لغايه ما يختار اقل طريقه يتعذب بيها سيادتك وهو بيموت؟ اكيد السويسايدر، اكيد المنتحر، موجوده في البيجيننج، في بدايه الانتحار. يبقى انا اتكلمت على البروكن تيب، اتكلمت على السايت بتاع اللي هو الرقبه، لو انت بتتبع نفسك سوبيريور، لو حد سيادتك اللي هو بيتبعك وانت بتنزل رقبتك تحت، فالجرح عاده يكون في الرقبه انفيريور. اتكلمت على الدايركشن، انت عايز توقف نبض القلب لو بتوقف نفسك انورد باكورد داونورد. بعد كده حاجات كلها بحرف التي، مين اللي تلاقي فيه تكرار ومالتيبل اكتر من جرح واكتر من سكينه واكتر سيادتك من طعنه واكتر من ضربه رصاص، اكيد دي هتبقى الهوموسايدال. مين عند سيادتك اللي هيكون تعرف الطبيعه؟ الطبيعه بيقول لسيادتك ان الاستاف ووند نوت كومن، طبعا اللي هي تكون كلمه اكسيدنتال، لان انت مقرب منه وطعمه على الاخر. اخر حاجه خالص الموضوع بالنسبه لك حرف التي، يقول لسيادتك تنتيتيف او هيزيتيتيف. مين اللي كان عند حضرتك عنده جروح؟ اللي عنده جروح سطحيه، اللي عنده جروح سطحيه تؤكد ان هو بيحاول مره واثنين وثلاثه وعشر لغايه ما يوصل لمبتغاه وبيوصل اللي هو عايزه، بيحاول مره واثنين وثلاثه، بيعور نفسه سوبرفيشال. علم على كلمه سوبرفيشال، الجروح دي بتبقى كلمه سوبرفيشال، اكيد دي هتبقى كلمه السوي سايدل، السوي سايدل. اتمنى الناس تكون فهمت الكلام. ده رقم الواتس بتاعي لو الناس احتاجت اي حاجه، واتمنى الكلام يكون هو كويس يعني. الله يستر اموركم يا رب، الله يستر اموركم، الله يستر اموركم. لو حد يحتاج اي حاجه يبقى يعرفني. يا رب يستر اموركم يا رب. السلام عليكم وصوم طيبين.